السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الأحد الخامس من شهر أبريل 2020، وصلت الحالات في ألمانيا أصدقائي إلى 98772 حالة. ممكن يوم غد الاثنين سوف نصل إلى 100,000 حالة في ألمانيا. شوفي من بين هذا العدد 28,700، وتوفي للأسف 1527. أغلبية الأشخاص الذين مصابين حالتهم مستقرة ولله الحمد، ويبقون في بيوتهم ولا يحتاجون إلى علاج. كثير من الأصدقاء والأحبة سألوني ما هو عمر الأشخاص الذين توفيوا. سأخبركم في هذا الفيديو حول سن الأشخاص الذين توفيوا حسب تقارير من مؤسسة روبرت كوخ الحكومية. أصدقائي قالوا بأنه أصغر واحد توفي أصدقائي، قبل أن أخبركم بالأعداد، هذه الأرقام تعود إلى قبل يومين، يعني قبل يومين أصدقائي فقط، كي لأنه الآن وصلت عدد الوفيات في ألمانيا إلى 1527، لكن الأرقام التي سوف أعطيها لكم كانت قبل يومين عندما كان عدد الوفيات يبلغ 1158. المهم قالوا بأنه معدل الوفيات أو معدل سن الوفيات هو 82 سنة، يعني معدل الوفيات 82 سنة في ألمانيا. أصغر شخص توفي في ألمانيا عنده 28 سنة، هذا ما قالوا. وقالوا بأنه 57 شخصا توفي وأعمارهم تتراوح بين 28 سنة إلى 60 سنة. 101 شخص توفي تتراوح أعمارهم بين 60 سنة إلى 69 سنة. 282 شخصا توفي تتراوح أعمارهم بين 70 سنة إلى 79 سنة. 572 شخصا توفي تتراوح أعمارهم بين 80 سنة إلى 89 سنة. و144 شخصا توفي أعمارهم فوق 90 سنة. قالوا بأنه أصغر شخص توفي في ألمانيا عنده 28 سنة، وأكبر شخص توفي في ألمانيا عنده 105 سنوات. قالوا بأنه أغلب المصابين، هذا بالنسبة للوفيات. الآن المصابين، أغلب المصابين ما زالوا صغار بالسن، يعني تقريبا متوسط الأعمار هو 49 سنة. وقالوا هؤلاء الأشخاص لا يشكل عليهم خطر، لذلك نسبة الوفيات ما زالت قليلة. وكما لاحظتم بالإحصائيات التي ذكرتها لكم، أغلب عدد الوفيات يبدأ بفوق 80، يعني فوق 80 سنة أصدقائي. قالوا بأنه 51% من الرجال مصابين، و49% من المصابين هم من النساء. يعني هذه هي الإحصائيات أصدقائي. أما بخصوص هذا اليوم، تكلمت الصحافة الألمانية بأن هذا اليوم كان جو جميل، والأيام المقبلة سيكون جو جميل. قالوا بأنه بسبب الأسواق الأسبوعية كانت زحمة كبيرة في بعض المدن، مثلا في السوق الأسبوعي لمدينة كولن أو مدينة برلين، مدينة بوتسدام، مدينة لايبتسيش إلى آخره، ومدن متعددة كانت هناك زحمة، وعدد كبير من الناس لم يحترموا المسافة التي تطلب. تدخل رجال الشرطة في بعض الأحيان، تدخل رجال الأوردنونكس أمت كي يطلبوا من الناس احترام المسافة. قالوا بأنه عدد كبير من الناس لم يكونوا لابسين الكمامة إلى آخره رغم الزحمة. لكن قالوا بأنه في مدينة دريسدن وفي بعض المدن كان هناك احترام للقانون، والناس كانت بعيدة عن بعض. رغم ذلك طلبت الحكومة الألمانية مجددا من الناس البقاء بكثرة في البيت، عدم الاختلاط. الشرطة الألمانية قامت بمراقبة البحيرات، الأسواق الأسبوعية، الشوارع، مداخل المدن، الشواطئ،
وقالوا بأنهم الأشخاص الذين لم يكونوا يحترمون القانون حصلوا على غرامة مالية أو سيعمل لهم محضر عند الشرطة. وأيضا كانوا يراقبون السيارات التي تأتي من مقاطعة وتدخل إلى مقاطعة أخرى، كان رجال الشرطة يوقفونهم في بعض الأحيان ويسألون ماذا ترغب أن تعمل هنا إلى آخره. لكن عموما كنتيجة إيجابية، الشرطة قالت بأن الأغلبية الساحقة كانت تحترم القوانين وكانت دايما تبتعد عن بعض على الأقل بمترين، وشكرت الشرطة أيضا الأشخاص الذين كانوا يحترمون القوانين هنا في ألمانيا كما قلت لكم. والشرطة أيضا وأيضا رئيس مقاطعة بايرن قال بأن ألمانيا ليست عندها مشكل بأن الناس إذا تعبوا في البيت أن يخرجوا يتمشوا يتنزهوا يشموا هواء يعملوا رياضة في الهواء الطلق، لكن أحسن يكون فقط شخص واحد أو زوج وزوجته أو مثلا زوج وزوجة وأطفال ويتمشون ولا يقعدون في الأرض. وقال هذا الأمر ليس عندهم مشكلة، لكن قالوا مجددا من لا يحترم هذه القوانين سوف يتعرض لغرامة مالية. لذلك الأشخاص الذين يخرجون ويجلسون ويعملون حفلات ويجتمعون 3 4 5 في الشارع أو في البيت، هؤلاء الأشخاص سيتعرضون حسب أقوال رؤساء الحكومة إلى غرامات مالية. هذه الغرامات المالية سوف يعني تكون قاسية في بعض الأحيان. كانت هذه نبذة عن أهم الأخبار كي تعرفوا دائما ما يحصل في ألمانيا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.